كثير من الصحافة العالمية، أكثر من جريدة، أكثر من موقع بدأ يعمل محاوراته مع محمد صلاح، وأشهرهم الأسبوع الماضي مجلة 442 طبعا الإنجليزية، واللي عملت معه حوار وهيبقى معنا الحوار. لكن الغلاف كان حاجة بصراحة تشرف أن محمد صلاح لاعب مصري بيعكس طبعا يعني صورة واجهة مشرفة للمصريين خارج مصر وفي الدوري الإنجليزي، عمل أرقام زي ما قلنا لحضراتكم. ومجلة ماركا طبعا أسبانية، قلنا اتكلم معهم عمل حديث مطول، وكان لقبوه بكريستيانو رونالدو الشرق. محمد صلاح لما يكون لاعب مصري بيلعب في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح سبب من الكتير ان هم النجوم المصرية اللي تكون موجودة في الدوري الإنجليزي، واللي ان شاء الله تكون سبب في وجود اكتر من نجم في الدوري الإنجليزي. لو شفنا الغلافين للمجلة هنلاقي ان مجلة ماركا الأسبانية او مجلة وورد سوكر المجلة العالمية للكرة العالمية، حتى محمد صلاح في الغلاف للصحيفة بتاعتها، ده يعني ده شرف لينا كمصريين وإنجاز لمحمد صلاح. محمد صلاح تعب كتير جدا علشان يوصل للي وصل ليه حاليا. دي مجلة وورد سوكر أمام حضراتكم، المجلة العالمية اللي محطوط فيها محمد صلاح كصفحة أولى. يعني أكيد وورد سوكر، وده يدل طبعا على اسم برنامجنا وورد سوكر، فكان لازم إن احنا نعرض مع حضراتكم صورة الغلاف. أكيد مجلة 442 واللي مش بس اكتفت بوجود محمد صلاح في غلاف المجلة، زي طبعا ما هيظهر أمام حضراتكم على الشاشة، محمد صلاح ملقبينه بالكينج. يعني في أغنية اتغنت لمحمد صلاح في ملاعب الأنفيلد سموه كينج أوف إيجيبت، وباين في غلاف المجلة إن هم حاطين لي ملك تاج على راسه، وده يدل على إن هو صلاح ذا كينج أوف إيجيبت. وكمان المجلة ما اكتفتش فقط ب حوار مكتوب وصورة عليه على الغلاف، لكن عملت معاه حوار، والحوار ده هيكون موجود معانا لكل مشاهدينا. هنسمع ونشوف ازاي محمد صلاح رد على أسئلة الصحفيين أو أسئلة المحاور من جريدة 442، وازاي جاوب عليها. كل ده هنشوفه ونرجع نكمل مع حضراتكم مسيرة